قبل ما اطلع فاصل عندي جملتين عايز اقولهم. والله ما اليوم اي حاجه، اليوم علاقه ان بوجههم لفلان ولا علان ولا حد انتقدني ولا مش عارف ايه. على فكره اي حد ينتقد براحته، مفيش يعني نفسي في الحاجات دي طويل، مفيش مشاكل. في ظاهره، الظاهره دي انتشرت بشكل كبير جدا، وهي على مجموعه اللعيبه القدامى. يعني اللعيبه القدامى دي بالنسبه لنا وبالنسبه للناس الصغيره رموز، رموز. اللعيبه دي الناس بتشوفها كده رمز. تخيل انت كام لاعب بيشوفك هو صغير بيلعب في نادي، كان بيتفرج عليه، بيتفرج على ماتشاتك، اجي اطلع له بعد 20 30 سنه اقول له اصل الماتش ده اتباع، واقول له اصل الماتش ده كان فيه مشكله، واقول له اصل ده هنا اتخانق مع المدير الفني، واقول له ده هنا اصل ده كسر مش عارف ايه. التاريخ بوحشه، باجي على التاريخ واقوم دالق عليه فنجان قهوه. ما تسيب التاريخ حلو زي ما هو، سيبوا التاريخ للناس. دلوقتي ممكن مفيش دوري وكل واحد ممكن يسعى ان هو يخطف لقطه، يخطف مشهد، بس مش كده، مش بالشكل ده. ده دايما يقول لك احلى ما في الدنيا كلها التاريخ، وكل واحد ملوش غير تاريخه. فارجو ان دي نصيحه يعني لو الناس تتقبلها يبقى متشكرين، ان كل واحد يحافظ على تاريخه، وقبل ما يحافظ على تاريخه يحافظ على الفلنه اللي هو لبسها، لان في النهايه انت بتعمل لقطه بس اكيد قدامها خساره كبيره جدا. فاصل، وبعد الفاصل محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وحديث كتيرة جدا هنبتديها بالسوشيال ميديا، وانت الضيف مع سيف، ورأيك في أداء اللجنة الخماسية، وفضل يجاوب بعد الفاصل. اتحاد الكوره ما خدش فرصته كامله ولسه الموسم ما كملش. الناس بتشتغل، الناس عملت حاجات كتير كويسه الفتره اللي فاتت، الناس بتشتغل من غير ضجيج في الاعلام ولا كلام كتير. انا شايف ان هي مجموعه كويسه، والاستاذ عمرو شخصيه محترمه، شخصيه كلنا بنحبها، والكابتن محمد فضل برضو عاملين شغل كويس، دخلوا تقنيه الفار مصر، ودي حاجه كويسه جدا كلنا كنا بنحلم بيها. ان في مشاكل حصلت يعني المفروض انها تدار في الغرف المغلقه، ولكن هم ادروها على المدى العام. اتحاد الكوره ما خدش فرصته كامله، نكمل الدوري وبعد كده نحكم عليه، نشوف كويس ولا وحش، قضى النظام ولا ما قضاش، مشي المسابقه انتظمت بعد ما الازمه دي راحت ولا ما انتظمتش. هي لجنه كويسه بس جت في ظروف صعبه جدا، والنشاط فيه مشاكل كتيره ومشاكل في الانديه، بس اللائحه اللي هم كانوا حاطينها المفروض كانت تمشي بحذافيرها، بس هي الظروف اللي حصلت في البلد وظروف الكورونا والكلام ده اللي عاقها يعني. انا مبسوط من اتحاد الكوره ومبسوط من لجنه خماسيه. الفكره صغيره اننا نحكم على اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عم مر بالظروف دي، فالاتحاد اصلا دلوقتي في ظروف صعبه جدا، عمر ما الكوره المصريه اصلا يعني حصل فيها الحاجات دي، فاحنا ما ينفعش نحكم عليهم. ماتش صعب زي ماتش القمه، وقدر انه يعدي منها، بس في حاجات وقعت منه، ونتمنى ان الايام اللي جايه يعدلها. يعني اتحاد الكوره ما خدش الفرصه كامله. احنا ما نقدرش نحكم طبعا على اتحاد الكوره دلوقتي، لانه ما خدش فرصته كامله، وكل ما تيجي يشتغل ويبان ان هو يشبان ليه شغل، ما بيبقى حظ وحش يعني، من الاخر حظ وحش اتحاد الكوره.